بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن معجزة الإسراء والمعراج معجزة نتفيأ ظلالها هذه الأيام، ويحتفي بها المسلمون عاما بعد عام، يستلهمون منها الدروس والعبر، وتذكرهم بسيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. معجزة جعلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هدية، وللمؤمنين به امتحانا وتمحيصا. إنها معجزة لا تنقضي عبرها ولا تفنى عظاتها، افتتح الله بها سورة من سور كتابه الكريم، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فابتدأت الآية الكريمة بتنزيه الله تعالى وبيان عظمته، لتدل على أهمية الحدث وجلالة الموقف، ووصفت المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية لله، لتؤكد أن رعاية الله تعالى له شاملة، وعنايته سبحانه له مصاحبة. ثم بينت السبب من وقوع هذه المعجزة العظيمة، فقال جل وعلا: لنريه من آياتنا الكبرى. لقد جمعت هذه المعجزة دروسا يستضيء بها المسلم. إنها تؤكد أن قدرة الله تعالى مطلقة، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذه حقيقة قررها القرآن الكريم في كثير من آياته. يقول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنها درس من دروس الإيمان بالغيب، ذلك الركن الذي هو من أهم مقتضيات الإيمان. ولهذا فقد كانت هذه المعجزة العظيمة اختبارا لذوي الإيمان، هل يصدقون فورا أم يتلكؤون ويترددون، كما قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكما أن هذه المعجزة تزيد المؤمنين معرفة بالله، فهي تزيدهم معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترفع من قدره عندهم، فقد أكرمه الله فيها أيما إكرام، فرفعه إلى السماوات العلى، وأما الأنبياء ووصل حيث لم يصل مخلوق، فأكدت هذه المعجزة أن قدره عظيم ومنزلته سامية. وهذا تذكير للمؤمنين ودرس للجاحدين، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويعلم المكذبون أنهم يعادون ويخالفون من له المكانة الرفيعة عند الله. كما أن هذه الحادثة الجليلة فرضت علينا أعظم أركان الإسلام، إنها الصلاة التي شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، وفي هذا دليل على علو مكانة هذه الشعيرة ورفيع منزلتها. كما أن هذه الرحلة، أي رحلة الإسراء والمعراج، التي ابتدأت بمسجد دليلا على المكانة التي يتبوأها المسجد في الإسلام، ودوره العلمي والتربوي والاجتماعي. ولذا كانت عمارة المساجد من أدلة الإيمان بالله تعالى. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. كما كانت معجزة الإسراء والمعراج تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيفا عن قلبه، وقد عاداه المشركون، فأراد الله أن يزيده به إيمانا وعليه توكلا ويقينا. إنها هدية قدمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان أحوج ما يكون إليها، وقد توالت عليه الأحزان بموت عمه المساند وزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها.
وترادفت عليه الهموم بتكذيب أهل مكة والطائف. وفي هذا درس للمؤمنين أن لكل عسر يسرا، وأن الفرج بعد الشدة، مصداقا لقوله تعالى: إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة والأخوات، إن معجزة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة تسرية وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كانت رحلة تكريم للحبيب المصطفى وتربية وتهذيب لنا، فلعلنا ننتفع بهذه الدروس ونحيي بها نفوسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.